من داخل مرفأ بيروت حيث المكان الذي وقع فيه انفجار الرابع من أغسطس، ومعنا حوار خاص مع باسم القيسي الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. أهلا بحضرتك. أولا أهلا وسهلا، وبتشكرك على زيارتك all the way من مصر لحتى تعملي هالمقابلة، بالأحرى أكثر من مقابلة هي تشوف الواقع على الأرض بالمرفأ، وبتشكركم أعطيتونا هالفرصة لنشرح لكم عن الوضع الحالي اليوم. هذا أكثر منه انفجار، أنا بستعمل كلمة زلزال، ولكن الحمد لله يعني الشعب اللبناني بفضل الجيش اللبناني العظيم اللي أنا بكن له كل احترام، اللي قدر نظف أرصفة ونظف باحات للتخزين، والآن حتعملوا جولة أنتوا بالمرفأ حتشوفي حجم الدمار الكبير اللي 21 مستودع فوق 150 ألف متر، 200 ألف متر يمكن ما في مثل، صارت كلها دمار. هذا حتشوفيه هلأ بمجرد ما تعملي زيارتك. اليوم نحن بفضل الله انه قدرنا بعد 72 ساعة شغلنا مرفأ بيروت للاستيراد والتصدير والتفريغ والتحميل، لانه نحن اليوم اهم شيء كنا نأمن الامن الغذائي ونأمن للتجار اللي عم تجيب بضائع بالمستودعات تقدر تستلم. انا من بعد استلامي بثلاث ايام كنا فرغنا 540 كونتينر و 7000 طن من القمح. وبعد كان يعمل بكامل طاقته يا فندم، ولا كان بيعمل بكامل الطاقه؟ لا ما كل الاوناش كل شيء كان موقف معطل عن العمل. ب 72 ساعه صلحنا حوالي 5-6 رافعات، بسميها رافعات ثابته كبيره هلا بتصوروها، وحوالي 3-4 أوناش متحركة مع آلات التفريغ، لقدرنا فرغنا قمح واستقبلنا وفرغنا مستودعات. الحمد لله الأرصفة تاعت محطة الحاويات وباقي الأرصفة ما صار لها دمار، لأنه هي بالأساس يعني منشأة ضد الزلازل، جزء منها عن جديد الأرصفة جديدة أكيد منشأة ضد الزلازل، أما الأرصفة القديمة نظراً لوجود البحر هالانفجار راح بالبحر. أما الرصيف التاسع اللي هو رقم 9 اللي هو بجوار إهراءات صوامع الغلال، هذا راح، واللي مبين الفجوة اللي شفتوها جواً وبنعدد صور. أما اليوم نحن بعد 30 يوم بالضبط، بعد 30 يوم نحن استقبلنا حوالي 45 باخرة أو 46 باخرة، ومفرغين حوالي 40 ألف حاوية خلال الشهر، خلال 29 يوم، أو بالأحرى سوري أنا استلمت ب 11 لغاية 2 سبتمبر، يعني عم تحكي ب 23 يوم مش خلال شهر، ب 23 يوم فرغنا حوالي 95 ألف طن من المواد الغذائية، 90% منها قمح، ذرة، طحين، و10 12% منها حديد. واما بخصوص الحاويات نحن صرنا مفرغين شي 38 ألف حاوية او 36 و900، يس بين 37 38 ألف تي يو، واستقبلنا حوالي 45-46 باخرة. هذا دليل، مش انا لانه عمول، دليل انه المرفأ يعمل بفول اوبريشن للتفريغ للتحميل للاستيراد للتصدير. هلا بتقولي لي بعض الاوناش بعدها معطله وكيف عم تشتغلوا فول اوبريشن؟ لانه ما في باخره عم تنرفض، ما في باخره عم تتاخر، كله عم نستقبله ونفرغ. نظرا لوجود الكوفيد 19 هذا المرض، الله يعني يرفعه عن جميع العباد، ما عم نحتاج كل الأوناش كمان بكل صراحة، بس حتى لو عنا فل ضغط كامل مثل ما كان بال2016 و17 و18
نحن عم نشتغل بشكل طبيعي وفينا نفرغ كل شيء بالأوناش الشغالة اللي عنا. طب الجزء اللي مازال معطل نظرا للتهدم والانفجار اللي حصل ده انتقص قد ايه من الطاقة التشغيلية في المكان؟ اوكي، انا هلا وضحت لك التفريغ والتحميل والاستيراد والتصدير. سؤالك هو فقط متعلق بموضوع طاقة التخزين، يعني دراي دوكس، دراي ستورج، التخزين الجاف. نحن اليوم وقت راحت المستودعات ما بقى عندنا مقدرة نخزن بالمستودعات، او بسموها باللغة المرافق العنابر. شو عملنا؟ استبدلنا التسليم المباشر، يعني اجتمعت مع نقابات الشحن والوكالات واصحاب الشاحنات ونسقنا معهم، والتجار نسقت معهم كمان، انه يجوا هالشاحنه تستلم البضائع من ظهر الباخره للشاحنه ومن الشاحنه الى المطحنه او الى المخازن تاعتهم داخل البلد. بهالطريقه يعني مثل ما بيقولوا وي سيركونفنتد، لفينا حول هالمشكله ووجدنا الحل بالتسليم المباشر. لكن هذا لا يعني انه نحن فينا نستمر بهذا الشكل، لانه كمان التجار طاقه تخزينهم خارج المرفأ محدوده. لهالسبب نحن هلا عندنا هدف ننشئ مستودعات بطريقه حديثه متطوره، لانه المستودعات اللي عندنا شيء من 43، شيء من 50، شيء من 28 من ايام الفرنسيين حتى في منها. هيدي مستودعات صارت اوبسوليت، معدومه الاستفاده، يعني عم تاخذ مساحه سطحيه، بما انه اليوم مستودعات بوجود الاليفيترز، بوجود التابيرولون، يعني السجادات المتحركه اللي بتنقل هالبضائع، صار فيك تطلعي افقيا. اوكي، هيدا الشيء حيساعدنا. مثل عنا كان مخازن بحدود 90,000 متر، اليوم انا بستعيد عنهم ب 15,000-20,000 متر. ده اللي هيتم انشاؤه مستقبلا، مطرح التهدم، مكان التهدم بالضبط، يعني هتنشئه الاكثر حديثا بالضبط. والمساحات الثانيه انا هون عم نعمل دراسات كيف نستفيد منها لنزود مدخول وربح المرفأ. متوقع ايه يتم انشاؤه مكانها يا فندم؟ المساحات الاخرى كيف يتم؟ والله ما بقدر انا استبق الدراسات الفنيه، لانه اليوم في عندك يمكن ننشئ برادات لتخزين المواد اللي بدها برادات، يعني كولد ستورج بسموها. اوكي، تخزين للبرادات. يمكن ننشئ تيرمينال ثاني للكونتينر تيرمينال، يعني بعدها تحت الدراسه. وما تنسي انه نحن ما صرنا 23 يوم انا او 24 يوم مستلم، وانا كان هدفي الاساسي شغل المرفأ لتأمين الدخل القومي، الأمن الغذائي، أمنه. اليوم الناس متفجرين بيوتها، بدنا نجيب الزجاج، بدنا نجيب الرخام، بدنا نجيب بلاط بالكونتينرات. أمنت أنا تشغيل المرفأ، والآن نحن بلشنا بصدد دراسة ماذا نستعيد عن هالباحات الفاضية أو المساحات اللي لن نحتاجها نظرا لتطور طريقة التخزين. هذه بدأ شوية وقت وهلأ بلشنا فيها. نرجع للخسائر يعني التي تم يعني اللي جنتوها جراء الانفجار، كم تقديرا حجم الخسائر التي وقعت، يعني سواء في المباني او في الفلوس، يعني في الماديات او في الدخل؟ اوكي، لا اوضح لك شغله كثير مهمه. اليوم الخسائر، الاضرار، في اضرار مباني، في اضرار اليات، في اضرار مستودعات، في أضرار بضائع الناس، في أضرار السيلو، صوامع الغلال اللي هو نحن ما لنا دخل فيه، لأنه نحن مأجرين الأرض لوزارة الاقتصاد، ووزارة الاقتصاد هي مستأجرة منا الأرض، وهي أنشأت السيلو، وهي اللي حتنشئ الصوامع الغلال. يعني صوامع الغلال كانت تبع وزارة الاقتصاد بالضبط، نحن فقط أصحاب العقار الأرض. بقى هذه الأضرار مثل ما قدر الورد بانك بتقريره 350 ل 450 مليون دولار، وهذا ما أخدين على ما أظن، أخدين خسائر الناس شخصيا، يعني البضائع تبع التجار، بضائع الناس اللي مخزنة.
بضائع بالمرفأ. سو أنا بقول يعني تقرير الورد بانك 450 دولار للخسائر، 450 مليون، 450 مليون دولار تقدير الورد بانك البنك الدولي واقعي بالنسبة لأضرار مباني، لأضرار بنية تحتية، لأضرار خزانات المياه، لأضرار الله يعزك المجاري المياه المبتذلة، يعني والآليات والأوناش ومعدات التفريغ. بس لهالسبب نحن شدينا كتير وعملنا إفورت كبير لنعمل صيانة لأكتر عدد أوناش وآليات ممكنة لنرجع نحن فول أوبريشن. متوقع إعادة الإعمار تكون إمتى؟ يعني إعادة إعمار المرفأ. هو كلمة إعادة إعمار المرفأ لتأخذيني عم بسوء استخدامها أو استعمالها. ما في شيء اسمه إعادة المرفأ يا حوي، مثل ما أنك شايفة أنت بالصور المرفأ عم يشتغل وعم بفرغ وطلعنا مئات ألاف الأطنان. في إعادة بناء الجزء المتهدم، الجزء المتهدم اللي هو المستودعات، وجزء المتهدم اللي هو المباني بالمنطقة الحرة، أوكي، وإعادة شو بقولوا تجهيز وتصليح المباني من زجاج، من ألمنيوم، من كهرباء، من مكيفات. يعني في إعادة صيانة المباني وإعادة بناء المباني المهدمة اللي خلص صارت قابلة للسقوط، خطرة أنه تنسكن، وإعادة مباني المستودعات. هذا الجزء اللي اليوم بسميه أنا إعادة البناء. أما المساحات الفاضية اللي تكلمت عنها سابقا، هيدي مش إعادة بناء، هيدي صارت بيحات فاضية. نحن عم ندرس ما هو الأفضل لإعادة استخدامها نظرا لهالظرف اللي صار ونتجت عنه، صارت بيحات فاضية لزيادة مدخول المرفأ. وبصير كلفة المرفأ أو الموظفين المرفأ موزعة على إيرادات أكثر من مداخيل متعددة، اللي هو مثل ما بيقولوا maximize profit minimize cost. طب إعادة البناء اللي حضرتك بتقول عنها محتمل تبدأ إمتى؟ يعني انتهاء رفع الردميات أو البقايا والبدء في البناء؟ لا، رفع ردميات منه متعلق بإنهاء دراساتنا. نحن ماشيين بثلاث خطوط متوازية. الخط الأول نحن عم نجيل، هلا بتشوفوها بالداخل بالصور، عم نشيل كل ما هو مهدم، وهذه عملية مستعصية جدا لأنه الجيش اللبناني متولاها ومشكور مشكور مشكور، لأنه بدك تشيل الحديد وتشيل الركام، والجيش الفرنسي عم بيساعد وآزر الجيش اللبناني بقص الحديد. اليوم ما فيك تشيلي مستودع الجسر تاعه أمتار كبيرة تيجي تشيليه فرد مرة وتحطيه على شاحنة وتاخديه، بده قص، بده فرز عن الحديد، بده فرز عن الركام. هيدي عملية مستعصية، يعني فعلا مثل موضوع سباجيتي كله مشربك ببعضه البعض. هيدا أول مهمة، أول خط بالخطوط المتوازية عم نشيل الركام. تاني خط عم نعمل دراسات لإعادة البناء بطريقة حديثة إلى هذه المستودعات. وثالث خط هو الاستفادة، دراسة كيفية الاستفادة لزيادة الربح ومدخول المرفأ من البحات الفاضية اللي نتجت للأسف الشديد على الانفجار. والله يرحم كل الشهداء اللي استشهدوا من وراء هالزلزال اللي اليوم أدى إلى يعني شو بدي أقول لك، كارثة من كوارث الإنسانية في العالم كله. الله يرحمهم جميعا. واليوم نحن عم نعيد هالتطوير نتيجة هذا الزلزال. كم طن تقريبا تم رفعه كنواتج عن الانفجار؟ كم طن بقايا؟ بعد نحن ما رفعنا شيء ولا طلعناه، نحن هدمنا مستودعات وجرفناها على أحد الزوايا من المرفأ بعد ما انحصرت الأطنان والأمتار المقعدة والزجاج المتكسر هذا كل ليته بينحصر. بكل صراحة بيطلع الرقم عند بدء الفرز، الركام لوحده عن الحديد لوحده، ويوزن بالشاحنات وقت ناخدها لدائرة الفرز. اللي اليوم الأمم المتحدة مشكورة عرضت مبلغ من المال وهي عرضت تقنية للفرز، والآن نحن بصدد التنسيق مع محافظ مدينة بيروت وبلدية بيروت وبلديات أخرى لإيجاد باحات أو أراضي للقيام بالفرز من قبل الأمم المتحدة.
يعني انتوا دلوقتي لسه في مرحله، يعني هي لسه في كمان مرحله تانية اللي هي فرز الاثار او البقايا، يعني هتفرزوها. لكن طب وبعد ما تفرزوها يا فندم هيبقى في اعاده زي اعاده تدوير لبعضها للاستفاده منها؟ لا، ده احنا الحديد يمكن نزله بالمزاد، نحن هذا مال عام ما فينا نتصرف فيه. هذا انا بحكي عن اوجه استغلال الاثار او البقايا دي، استغلوها ازاي؟ سواء زجاج او حديد او اي مخلفات. ما اعمل لك انا، نحن بنحطهم ببيع بالمزاد العلني بالمزايده، مين بيعطينا سعر اكثر بياخذوا هالحديد لانه هذا يعتبر بالخرده. اوكي، بياخذوه هن كخرده وبنبيعه بالمزاد. اما الركام يمكن وقت ينفرز يرجع يعاد استعماله لردم الفجوه اللي ادت على الانفجار، لاعاده بناء رصيف رقم 9. والزجاج برضو ممكن يتم استغلاله؟ زجاج مثل ما بتعرفي انت اليوم في تدوير البلاستيك، تدوير الزجاج، تدوير الالمنيوم، تدوير التنك اللي بيقولوا له عنه، هذا بيرجع للتدوير. لكن اليوم هل في بلبنان مصانع إعادة تدوير للزجاج لهذا؟ أنا يعني ما عندي خبر. طب إمتى يا فندم متوقع تبدأ عملية الفرز والتجنيب دي؟ بعد شهر ونص، شهرين. شهرين يكون انتهى رفع كل لا مش ارتفع، مش انتهى كل، معلش لنكون دقيقين، بيكون شلنا حوالي 70% من الركام من المهدم. موضوع معقد جدا، قص الحديد بده وقت. لكن نقول الماكسيمم يعني تاخد 4 شهور للانتهاء من رفع جميع. ان شاء الله انا متوقع من هلا لاخر السنه، اخر السنه يكون نحن خالصين، او اول سنه جديده اول شهر من العام القادم نكون شايلين الركام والهدم، وصار عنا الطاقه انه نفوت بموضوع الفرز. الفرز يمكن نبلش نسلم بعد شهر ما تم ازاحته كركام، هنشيله هيدا ونبدا الفرز حسب امتى بتكون جاهزه الامم المتحده معنا. يعني الموضوع ليس متعلق بس بمرفق بيروت، في جهات دوليه عم تساعد وفي تقنيات بدها تستخدم من جهات دوليه. حد ثاني هيشارك معك وغير الامم المتحده؟ نعم، الامم المتحده بدعم من الورد بانك. مثلا بعطيك مثال، اليوم منظمه الاغذيه الدوليه الورد فود بروجرام، اوكي، عملوا صوامع غلال مؤقته مع تعبئه، يعني بيقولوا له بالانجليزي باجينج سيستم، اوكي، لحتى يجيبوا هالقمح ويعبوه بباج باكياس ويخزنوه، مشان لانه التسليم المباشر حيوصل لوقت ما حيقدروا يعملوا التسليم المباشر. هيدي منظمه الغذاء الدوليه، منظمه الامم المتحده كمان عم تفرز لنا جهة لحتى تكون بفرز المواد الحديد عن الركام. بعدين نحن شو بنعمل بالحديد شو الركام، هذه ما شغلة الأمم المتحدة، هذا مال عام بدنا نبيعه بالمزايدات. وبعدين يتم بقى مرحلة الأخيرة بل إعادة البناء. هو صراحة نحن وقت يفضى عنا باحات بتكون خلصت الدراسة منبلش بالبناء. يعني إذا بدي أعطيكي وإنت بعرف شو عم تحاولي تاخدي رقم تاريخ، وهذا شيء بكرة يمكن الشتاء يعطل، بيجي المطر بيعطل كل شيء، بأخرك بكل أهدافك. لكن أنا متوقع من الآن لست شهور يكونوا هالثلاث خطوط اللي أعطيتك إياهم صاروا شبه منتهيين وشبه قيد التطبيق. كم مخزن هيتم بنائه؟ حضرتك قلت حوالي 15. لا، الهدم عنا 21 مخزن، نحن عنا حوالي 100,000 متر مربع من المخازن بشكل أفقي. أنا ساعتها بستعيد عنهم ب 15,000 متر افقي وبطلع عموديا بدل 100,000 السطح اللي كانوا مستخدم. هو كم رصيف اتهدم نتيجه الانفجار؟ رصيف واحد رقم 9. كانت طاقته بيفضي وبيعبي قد ايه يعني؟ كان رقم 9 ما كان هالارصفه اللي نحن بنعتمد عليها كثير للمواد الغذائيه، لانه هذا كان يستخدم رصيف 8 و9 الاهراءات صوامع الغلال، هني كانوا بيستخدموا رصيف رقم 8 وجزء من 9. انتوا فقدتوا كم صومعه؟ هو كله صوامع الغلال كلها انهدمت، ما في عدد صوامع، هو الاهراءات هي مبنى واحد في بقلبها. كان بيشيل كم طن الساعه التخزين؟ والله اذا ماني غلطان انا يعني ما بدي ماني متاكد، بس كان بيخزن 125,000 طن. هذا ما فقدتوه من القمح؟
ابدا، لانه نحن عملنا طريقه تسليم مباشر من الباخره الى الشاحنه الى المطحنه. لو حضرتك تكلمني على المكان بتاع الانفجار بالخلفيه اللي عندك، يعني مين اللي بيكون من مسؤوليته المراقبه ما داخل المخازن وما تحتويه المخازن او التفتيش الدوري؟ يعني هل ليه اليه هنا لاكتشاف نيترات ومش نيترات، يعني لاكتشاف اي مواد موجوده؟ هو اليوم المستودعات، نحن مرفق بيروت منأجر المستودعات الى التاجر او تستخدمها الجمارك. الجمارك هي نحن اليوم منجيب هالكونتينر او هالبضاعه منفرغها من الشاحنه، والجمرك بيقول خزنوها على الارض، منخزنها، بيطلبها الجمارك بناخذ له اياها للجمرك ليكشف عليها، اسمها باحث كشف الجمارك، بيكشف عليها. يا اما الجمرك بيقول هذه البضاعه هي اذن اخراجها من المرفأ، او بيقول رجعوها الى التخزين. هلا التخزين اذا كان كونتينر بباحث الكونتينرات، اذا كان بضائع جافه بالمستودعات، هذا قرار الجمرك بحت، هو اللي بيقرر شو ينعمل بالبضائع. المحتويات اللي بداخل العنبر اللي انفجر مسؤوليه مين؟ ما فيك تقولي مسؤوليه مين، مسؤوليه ليش انفجر ما حدا بيعرف، ما في تحقيق الان. لا يعني جنائي المحتوى بتاعه، يعني انه كان جواه اصلا مواد خطره. هذا انذكرت علنا مدام ايمان، هذا انذكرت علنا، مش انه انا عم جاوب، انذكر علنا انه هذه المواد مخزنه والجمرك مبلغ جهات اخرى وجميع الجهات المعنيه عارفه بالمواد. يعني محتويات العنبر، محتويات عنبر اللي انفجر بالذات الكل عارف فيه. يعني انا اصلا اقول مسؤوليه التبليغ تقع على اداره الجمارك فقط. ما هو شوفي اليوم وقت تجي بضاعه تتخزن بالمستودع، مين اللي طلب تخزينها؟ الجمرك. مين معه مانيفست وتفصيل البضائع بالعالم كله مش بس عنا؟ الجمرك. الجمرك بعدين هو وقت يرتقي الجمارك، وهذا أسئلة اللي تسأليها للجمارك مش لألي. نحن إدارة مرفأ بيروت دائرة مستقلة تماماً 100% عن الجمارك. الجمارك تابعة لوزارة المالية ليس لمرفأ بيروت، ولا لنا دخل. يعني الجمرك إذا عم يفتح الحاوية ما قلنا حق نحن نقترب من الحاوية، ما قلنا ولا بنتدخل. هذا الجمرك جهة مستقلة، مؤسسة مستقلة تامة تابعة للجمارك. اللهم بتطلب منا هالمستودع خزنوا لي فيها البضائع، منخزن لها البضائع فيه، هذا بيرجع لقراره. يا أما بيتخرج البضائع أو تتخزن البضائع أو تحجز البضائع أو تطلب البضائع أو تباع بالمزاد هالبضائع، هذا كله قرارات للجمرك. حضرتك ما عندكش كمرفأ صلاحية التفتيش، يعني تفتيش ما بداخل المخازن، ما عندكش؟ لا أنا فقط عندي حارس، أنا عندي حارس على المرفأ، بيجي هو ومسؤول الجمرك بيفتحوا بيدخلوا هالمخزن. سو طلع بضاعة فقط مراقب، يعني مثل ما بيقول مش مراقب حتى، هي شو بيقولوا سوبرفايزر، يعني فقط عم ينظر شو عم بصير بهالمخزن. أما الجمرك هو المسؤول عن البضائع وكمياتها، لأنه مرفأ بيروت ليس المسؤول عن وزن هالبضائع وتخزينها وهلم جرى. مرفأ بيروت تجي هالمانيفست، تفضل أيها السائق تدعى إدارة مرفأ بيروت حمل هالبضاعة حطها بالمكان الفلاني. يعني أنت علاقتك بالجمارك، علاقة المرفأ بالجمارك، أن أنت بس بتديله علاقتين المكان. مستقلتين تماما، بتديله المكان أبدا. نحن فقط بناخد من الجمرك مستقلين إدارتين إدارتهم مستقلة عن بعضهم البعض. أنا فقط سائق وشو بقولوا سائق، ويعني يعني بوصل بضاعة وبجيب بضاعة بناء على طلب الجمرك. ولسه حضرتك بتقول بتدي المكان كمان، يعني بتأجر المكان؟ إيه بأجر المكان للتاجر. لا الجمرك ما بيستأجر مني المكان، في مخازن مخصصة إلى الجمارك ولا إلنا دخل فيه. نحن كمرفأ بيروت اليوم بتسألي أسئلة، اسألي يا أما لجنة التحقيق أوكي، وقال لي معي يعني اليوم في سرية تحقيق،
ما حدا بيعرف شيء عنه. لسه كنت اقول لحضرتك ما عرفتش اي أبدا. حاجه الى ما وصل. انا اللي سمعته على الاخبار وعلى التلفزيونات مثل ما انت سمعتي انا سمعت. يعني هذا موضوع اليوم ما لكمش اي تدخل او اطلاع حتى على النتائج. سوري مش تدخل واطلاع على النتائج. انا اليوم ما بحق لي فوت على الدائره بسموها الدائره الحمراء، ما فينا نفوت عليها، اللي هي مركز التحقيق الجنائي اليوم عما يجري بهذا الموقع. هذا موقع ريد زون. متوقع تستمر التحقيقات الجنائيه لحد كام وقت؟ ما عندي. انا بقول موضوع منه سهل يا جماعه، هيك زلزال موضوع منه سهل ينهي التحقيق مثل ما تفضلوا. في ناس سالوا كم يوم لك يا اخي، ما تستهونوا الامور. ما عندكش توقعات لملابسات الحادث دي يا فندم؟ أبدا. مجرد توقعات شخصيه. ابدا. انا اللي سمعته بالتلفزيون مثلك مثل اي مواطن اخر. مش معناتها أنا بمرفق بيروت من 20 يوم يعني عرفت شيء. أنا أصلاً سلمت بعد الانفجار. مستقبلاً مين يعطي ضمانة أنه ما عادش فيه، يعني خلينا أقول بشكل صريح، ما عادش فيه فرصة لأي حد يخزن حاجات تانية خطرة يعني؟ شوفي الضمانة ما تغلطوا بفهم أو بمعرفة كلمة هازيردس ماتيريالز، يعني المواد القابلة للاشتعال. هيدا كل دول العالم بيستوردوا مواد هازردس قابلة للاشتعال. يعني اليوم معامل الدهان بيستعملوا مواد تنر، والتنر قابل للاشتعال والانفجار واللي يمكن يعمل اللي هو البديكي. معامل الأدوية، معامل اللي بيساوي السبيرتو، معامل اللي بيساوي الأسيتون للأظافر. أي استيراد مواد قابلة للاشتعال ليست موضوع بخوف وبيجفل الناس، لا. أما الخطورة عندما يترك إلى سنوات بأرضه أو بالمخازن أو بالعنابر أو بالمستوعبات. هذا السؤال. أنا اليوم عم بعمل نظام جديد إنه هالمستودع المستوعب اللي جاي فيه مواد مشتعلة يجب أن لا يبقى إلا أيام قليلة، وهلأ عم ندرسها قانونياً وتقنيا وكيميائيا، اللي هو انه يبقى الى ايام معدوده، ويجب على التاجر اما يطلعه او يرجع يعيد تصديره هو والجمرك، لانه نحن كمرفق بيروت ما لنا سيطره، لانه الجمرك بده يسمح باما اعادته او باخراجه الى البلد. انا اليوم عم طلع هالنظام جديد، وطلع طلع قرار بيقول انه يمنع على هالمستودع، وان في كاتيجوريز اليوم كالمواد القابله للاشتعال كمان لها حوالي 7-8 كاتيجوريز او 9 كاتيجوريز مصنفه بتصنيفات معينه. اليوم في تصنيفات يمكن ما بتاثر لو طلعت بعد 30 يوم، بس في اشياء يمكن انا امنعها تكون موجوده اكثر من 48 ساعه. خلي عند حضرتك كمرفق ولا من المنين؟ لا سوري، أنا كمرفق بيروت اللي عنده هذا العقار هذه الأرض سأمنع من تخزينه أكثر من مدة معينة. إمتى القرار ده يطلع؟ بعدنا عم ندرسه يا حبيبتي. ليست بكبسة زر. كبسة زر في 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 أمور كيميائية، في أمور قانونية، في أمور إدارية، في أمور بدك تقولي لي السؤال الأهم، كيف بده يطبق الجمرك؟ ايه هذا موضوع الجمرك ما عنده خيار، ولا بده يتحمل مسؤولية النتائج. التاجر يمكن، والجمرك كمان يمكن ما دخله، يمكن هذا دخل التاجر. مين اللي هيكون رقيب على تنفيذ التاجر او الجمارك لقرار اللي انتوا بصدد دراسته؟ مين بده يكون مسؤول عن مراقبة تنفيذ هذا القرار؟ انا ممكن اكون حاطة مادة وحضرتك ألزمتني إن المادة دي مدتها أسبوع وما خرجتهاش في خلال أسبوع. الدولة كلها في جيش، في أمن الدولة، في الجيش، هو المسؤول يطبقها أول واحد الجمرك. هلا بتقولي لي مين بتابع مع الجمرك؟ في الجيش اللبناني، لأنه مواد وقت تكون خطرة أو متفجرات أو شيء من القبيل هذا الجمرك ببلغ الجيش. هل هيكون عندكم سلطة المراقبة من قبل المرفق؟ مراقبة إيه بس تنفيذ كلا. مراقبة نعم، تنفيذ الجمرك بده يوافق لننفذ إعادة تصديره. مراقبة لإيه؟ أنتوا هتراقبوا إيه؟ إنه إذا إجت صار لأكثر من 72 ساعة منبلغ الجهات المختصة كلها بالدولة اللبنانية.
يمكن بنقدم دغري شكوى للنيابة العامة المالية، والنيابة العامة، النيابة العامة عذرا، النيابة العامة هي بتاخذ قرار فوري عمت يعني بناء على الشرائح اللي حضرتك هتحطها بتاعت المواد، يعني مواد مش هناك. عم اقول لك بدا وقت، بدا دراسة، بدا تأني، لانه في مواد ما بينطبق عليها انه المواد الخطرة الكبيرة يجب ان تخرج ب 72 ساعة يمكن او 48 ساعة. شوية هنا بقى عن المرفأ ودوره في الاقتصاد بتاع لبنان. انا عارفين ان 70% من البضائع اللي تدخل الى لبنان 70% منها يدخل عبر مرفأ بيروت. هو ثاني اكبر مرفأ تقريبا، ثاني اكبر مرفأ في المنطقه، بالمنطقه حوض المتوسط. والله انا ما بقدر اعطيكي كلام دقيق. طيب عامه حضرتك بتقول دوره في الاقتصاد، هو مسؤول عن 70% من حركة البضائع؟ مش مسؤول، كلمة مسؤول لا تنطبق هون. انت عم اقول لك 70% من الحركة من الاستيراد يدخل عبر مرفأ بيروت. اليوم الاستيراد تبع لبنان حركته 70% يدخل من مرفأ بيروت. كم بيسهم في الدخل القومي اللبناني بكام؟ كجي ان بي يعني اوت اوف قديش بيأثر من الجي ان بي؟ سوري هذا سؤال ما بينطبق بلبنان، لانه الجي ان بي تبعنا لو بينضبط فيك عندك ارقام، ما نصه تهريب ونصه غير 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 شو باسمه، يعني ما في ارقام دقيقه. انا اقصد يعني المبلغ اللي بيتعطى ما بكذب عليك، ما فيني اعطيك رقم برسنتج، لانه الرقم الاساسي اللي عم تبني عليه هو غير دقيق. يعني ما نقدرش نقول بيدخل كم مليار ليره في السنه وبيسكن قد ايه المرفأ، بيروت بيعمل حوالي بدي شوف لك من الدائره الماليه لاعطيك رقم دقيق، ما بحب اعطي رقم غير دقيق. طيب الاسهام بتاعه ده هيتاثر بعد الانفجار؟ الاسهام بتاعه بشو؟ اسهامه في الاقتصاد، حركه الاستيراد ابدا اتاثر. انا مثل ما جاوبتك، لانه مرفأ بيروت عم يشتغل 100% بشكل طبيعي بمقدره طبيعيه، اوكي ما بيأثر. لكن اللي مأثر على السوق هو الكوفيد. اليوم بمصر، بأوروبا، بأمريكا، بكل دول العالم نزل الاستيراد 50 و60، وفي دول نزل 80%. طب انتوا بالنسبة لكم حجم الخسائر من الكوفيد هنا في المرفأ كانت كام؟ بدك تسألي وزارة الصحة، هني عندها الأرقام. وزارة الصحة بتقلك، لأنه الجيش اللبناني وزارة الصحة أعطت معلومات للجيش اللبناني بمدى هالخسائر. بتكلم على خسائر المرفأ. المرفأ ما خسر الاستيراد اللي هو 50-60% من الاستيراد. 50% ما قلت لك قبل شوي 50-60% من الاستيراد خسروا المرفأ، لأنه نتيجة الكوفيد نزل 50-60%. أنا بتشكرك جدا على كل انت.